قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران بتنظيم حملة تحسيسية على مستوى محطة نقل المسافرين الباهية وكذا السد الثابت بالكرمة بالتنسيق مع مختلف الشركاء، حيث ركزت الجهود على التقليل من السرعة، احترام قانون المرور، تجنب المناورات الخطيرة. في نفس السياق تم توعية وتحسيس مستعملي الطريق والوافدين إلى محطة نقل المسافرين حول قوانين المرور وضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.